نبغى الفار يتسوى صح، وإذا ما يتسوى صح نوفر دراهم لأنه يندفع عليه فلوس. لا ليه ما يتسوى صح؟ شوف أنا لي أسبوعين وأنا نشف قلبي وأنا قاعد أقول ليش ما يتسوى صح. ما أعرف أنا ما ليش ما أعرف سؤال ليش ما أعرف ليش. هل في ناس مستفيد إنه يروح الفار؟ لا لا طيب. شوف شوف خلنا أقول لك شيء. السؤال بينطرح كده. شوف خلنا أقول لك شيء علشان نقطع عرق كذا ونسيح دم على قولتهم. شوف لو خلينا احنا دائما اللي يحرك الراي العام عندنا الانديه الجماهيريه، هلال، نصر، اهلي، اتحاد. انا لو اطلب من الهلاليين والنصراويين والاهلاويين والاتحاديين كل واحد يعطيني 10 لقطات فيها ظلم فادح لا بيرسلوا لي كل واحد 20. ترى احنا مو مع نادي ولا ضد نادي ولا احنا شايفين، ترى اقول لكم يا في كوره مو شايفين ان في نادي منظلم اكثر من احد ولا احد اخذ حقه اكثر من احد، كل له وعليه. احنا نقول هالتقنية يا تتسوى صح او يعني اذا كانت قاعدة تكلف فلوس وفيها تعطيل مباراة وما منها فايدة والنتيجة هي واحدة تتشال، شو المشكلة انها تتشال؟ اتمنى تتسوى صح. يعني غريبة، يعني شوف زي لقطة اليوم يا اخي والله شوف شيء يقهر. يعني انا واشجع الفتح والله العظيم شيء يرفع الضغط، ومتى احس بالموضوع؟ يعني لازم هلال ونصر، لازم اهلي واتحاد علشان تصير سالفه. شوف المصيبه اللي وينها فيه تركي بامانه، شوف الفتح اليوم خسر 3 نقاط بسبب هذا الهدف. الفتح صار على الهبوط واحتمال يعني بامانه مع سوء الطالع اللي عنده انه يعني يتعرض للهبوط. تخيل الفتح لو نهايه الموسم بقالها هالنقطتين، هالنقطتين دي يلا هي اللي كانت. شوف انا قاعد اقول لك وين الخطا هذا، وين نقل فريق من دوري. كم الفرق بين هلال والنصر؟ نقطه. تخيل هالمباراة والحمد لله مسجل هدف ويلغي الحكم، ولا جوميز مسجل هدف ويلغي حكم. 20 سنة أقولك ما حقدم الحلقة 20 سنة ما خلص. أنا ماني أنا شخصيا ما أطلع على الهواء. طلعني هالجنان السابق. أنا بغض الموسم اللي راح، خلنا نقول أنت تجيب حكم كويس وتقنية كويس ممكن شيء الحكم على الأقل يرفع المباراة يعني. بس تجيب تقنية حكام الفار مو كويسين وتجيب لي حكم كمان مو كويس يعني هذا بيني وبينك فقر وغرض يا زميلي، انتهى الموضوع يعني.